السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أود من شيخنا حفظه الله أن يشرح لي زكاة الدين، يقول لأنني لم أستوعبها. الحمد لله، زكاة الدين الذي لك على غيرك لا يخلو من حالتين، إما أن يكون الدين على مليء باذل له، متى ما طلبت ديونك منه وفاها لك طيب كاملة موفرة طيبة بها نفسه، فهذا الدين الذي يكون على المليء يجب عليك في كل عام أن تزكيه. فإذا كنت قد فأعطيت 10,000 دينا، وهذا الرجل أي المدين رجل باذل لهذه 10,000، متى ما طلبتها منه وفاها وسددها طيبة بها نفسه، فحينئذ يجب عليك في كل عام أن تخرج زكاة هذه 10,000. وأما إذا كان المدين الذي في ذمته الدين لك رجلا معسرا لا يجد سدادا أو مماطلا يتهرب من السداد، فحينئذ لا يجب عليك زكاة هذا الدين، لأنه ليس مليئا باذلا ولا واجدا، بل هو مماطل أو رجل معسر، فهذا المال في حكم المفقود، والزكاة شرعت مواساة، فلا تجب الزكاة في مال مفقود لا يعلم صاحبه هل سيأتي أو لا، أو يغلب على ظنه عدم إتيانه، لأنه إذا كان المدين معسرا فهذا يعسر سداده، وإذا كان مماطلا فهو يعسر سداده، فمال هذا الرجل في حكم المفقود، فلا زكاة في دين على معسر أو مماطل، وإنما الزكاة على المدين المليء الباذل. هذا مختصر ما قرره الفقهاء والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك ورفع الله قدركم وأعزكم في الدارين، ما صحة الحديث القدسي: يا داود إنه سيأتي من بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد صادقا سيدا لا تغضب عليه أبدا ولا يغضبني أبدا؟ الحمد لله. أما الصفات التي ذكرت في هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم فلا جرم أنها حق إن شاء الله، وهي من جملة تلك الصفات العظيمة التي ثبتت لنبينا عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة. لكن أما هذا الحديث بتلك الألفاظ فإنه لا يعرف في شيء من كتب السنة، وليس ولا يجوز رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن إنما نتكلم عن بطلان إسناده، فإنه لا يعرف في شيء من كتب الحديث التي اعتمدها المسلمون. وأما معناه فإن الصفات التي وردت فيه قد وردت في أدلة أخرى من عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، وأنه خير من خلق، وأنه خير الأنبياء وأفضل الرسل، وأنه خاتمهم، وأنه صاحب المقام المحمود والحوض المورود، وأنه أول من يدخل الجنة، وأول شافع، وأول مشفع، إلى غير ذلك مما ثبت من فضائله. لكن هذا الحديث بخصوصه لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل رزق بولدين فعق عنهما، ولكن سن العقيقة يقول صغيرة، فهل تجزئ أم لا؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد أن كل ذبح مشروع فيسن به سنة الأضحية في سنها وصفاتها، والعقيقة من جملة الذبائح التي أمر العبد بها، إما أمر إيجاب عند بعض أهل العلم أو أمر ندب واستحباب عند جمهور أهل العلم. فبما أن العقيقة من الذبائح المشروعة فإنه يسن بها سنة الأضحية في سنها وصفاتها، فكل عقيقة تخلف عنها شرط من شروط ما تصح به الأضحية فإنها لا تعتبر عقيقة، ومن جملة ذلك السن، فالسن في العقيقة مشترط إلحاقا لها بالأضحية. ولعموم ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. فهذا وإن قاله في سبب العقيقة، إلا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، ولذلك فالعلماء يشترطون سن الأضحية وسلامتها من العيوب التي تمنع من الإجزاء في كل ذبح واجب أو مندوب، فيشترطونها في الأضحية، ويشترطونها في العقيقة لأنها ذبح مشروع، ويشترطونها في الهدي في الحج لأنه ذبح مشروع، ويشترطونه في الفدي إذا كان ذبحا لأنه ذبح مشروع، فكل ذبح مشروع فيسن به سنة الأضحية في سنها وصفاتها. وأنت قلت وفقك الله: إنني ذبحت عن ولدي شاة صغيرة
لم تصل إلى السن التي تشترط في الأضحية، فنقول بما أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فلا نستطيع أن نبطل تلك العقيقة التي صدرت منك، فحينئذ أقول أسأل الله عز وجل أن يتقبل منك ما ذبحت لولديك عقيقة، وأن يتقبلها منك بقبول حسن، ولكن فيما يستقبل من الأولاد أسأل الله عز وجل أن يصلحهم، فاحرص إذا أردت أن تذبح عقيقة عنهم فحاول أن تكون موافقة للسن التي تشترط في الأضحية. فإن قلت وما السن، فأقول هذا يختلف باختلاف البهيمة، فإن كانت ضأنا فيكتفى فيه بستة أشهر، وإن كانت معزا فلا بد فيها من سنة، وإن كانت بقرا فلا بد من سنتين، وإن كانت إبلا فلا بد من 5 سنين. هذه هي التي يسميها الفقهاء بالمسنة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليه، هل يجوز للمسلم الفطر في نهار رمضان، يقول من أجل الإكثار من شرب الماء، يقول حتى تقوى مناعته لمكافحة الأمراض؟ الحمد لله، لا يجوز له أن يفطر بهذا العذر، لأن إفطاره مفسدة متحققة، وكونه يستدفع بهذا الإفطار الوباء إنما يستدفع مفسدة متوهمة. والمتقرر في القواعد أنه متى ما تعارضت المفاسد المتحققة مع المصالح المتوهمة فإن مراعاة دفع المفاسد المتحققة مقدم على جلب المصالح المتوهمة. فلا يجوز لك يا أخي أن تفكر مثل هذا التفكير، وعليك أن تتقي الله وأن تستمر في صيامك وأن تحافظ عليه من كل ما من شأنه أن يفسده. فإذا وقع على الإنسان شيء احتاج فيه إلى الطعام والشراب فهناك مندوحة وفرج ولله الحمد، وأما أن يفطر الناس خوف الوقوع في هذا الوباء فإن هذا من الأمور المحرمة التي لا تجوز، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، كيف نجمع بين ما ورد من الأدلة في ليلة القدر، من قال بأنها ليلة 27 وكان بعض الصحابة يقسمون بها، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان سيخبر الصحابة هي أي يوم وأنها ثابت في يوم، وبين من يقول إنها متنقلة ولا حديث الواردة فيها؟ الحمد لله، لا إشكال في ذلك، وهي أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، وأن الخلاف إذا كان اختلاف تنوع فإن هذا من باب ماذا؟ من باب الجمع بين الدليلين. فإذا وردت الأدلة بتحديد ليلة القدر في ليلة معينة، ثم ورد حديث آخر في تعيينها في ليلة أخرى، ثم ورد حديث ثالث في تعيينها في ليلة ثالثة، فإن هذا ليس من باب خلاف التعارض وإنما أو التضاد، وإنما هو من باب خلاف التنوع. والجامع في ذلك كله وفقك الله أننا نجعلها متنقلة في ليالي العشر الأواخر من رمضان، وأنها في أوتار العشر الأواخر آكد منها في شفعها، هكذا دلت الأدلة وفقك الله. ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في 7 الأواخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا هذه الليلة التي ترجى، يعني ليلة القدر، في 10 الأواخر من رمضان. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان يلتمس ليلة القدر، ثم اعتكف 10 الأوسط، ثم أطلع رأسه فقال من كان اعتكف معي 10 الأوسط فليعتكف 10 الأواخر فإني أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، ولقد رأيتني أسجد على ماء وطين في صبيحتها. فقال أبو سعيد فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين صبيحة 21. وفي رواية وذلك ليلة 23، وقد كان بعض الصحابة يحلف أنها ليلة 27. فلو أنك نظرت إلى هذا بمجموعه وجدت أنها من الليالي التي يحتمل أن تكون في هذا وفي هذا وفي هذا، فكل دليل له حظه من القبول. والذي يجمع ذلك أن نقول إن ليلة القدر
تكون في العشر الأواخر من رمضان وهي في أوتار العشر آكد منها في الشفع. هذا القول هو الذي تتآلف به الأدلة ويجعلنا نعمل بكل الأحاديث الواردة في هذه المسألة من غير تعارض ولا تضارب، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سؤالي لفضيلة الشيخ وليد حفظه الله. ذكر الشيخ صالح الفوزان في شرحه على الواسطية في شرح آية الكرسي: العباد لا يعلمون شيئا من علم الله إلا ما علمهم الله إياه على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة. يقول فهل يقصد شيخنا صالح بجملة بطرق وأسباب متنوعة أن العلم من الله قد لا يكون عن طريق الرسل؟ الحمد لله رب العالمين. كلام شيخنا حفظه الله ورفع الله قدره ومنازله في الدنيا وأحسن لنا وله الخاتمة وحشرنا وإياه وعامة علماء أهل السنة في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، كلام شيخنا واضح كل الوضوح، ولكن الذي أشكل على السائل وفقه الله والتفريق بين العلم الكوني والعلم الشرعي. فالذي يقصد الشيخ في قوله على ألسنة رسله أي ما يتعلق بالعلوم الشرعية، فكل ما يتعلق بالعلوم الشرعية فإننا علمناه عن طريق الرسل، فإن الله عز وجل إنما أنزل كتبه وأرسل رسله لتدلنا على طريقه ولتخبرنا بما يجوز التعبد به مما لا يجوز، وحتى نتعرف على طريق السير إلى الله عز وجل في التعبدات. وأما مسائل العلوم الكونية فإن هذه قد تكون من باب المكاشفات ومن باب خوارق العادات ومن باب التحديث والإلهام ومن باب الرؤية. أوليس الإنسان يستفيد من الرؤية شيئا من العلم؟ والرؤية من الله. أوليس هناك بعض الإلهام والتحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم محدثون، فإن كان من أمتي محدث فعمر. أوليس هناك كرامات في خوارق العادات وفي العلوم والمكاشفات؟ فهذا هو الذي يقصده الشيخ، وبأسباب أخرى يقصد بالأسباب الأخرى يعني الرؤى والأحلام فهي من الله، يقصد بالأسباب الأخرى الإلهام، ويقصد بالأسباب الأخرى المكاشفة أو الكرامة، فكل هذه من الله عز وجل، والإنسان يستفيد عن طريقها علما. من الذي علمه هذا العلم؟ إنما هو الله. لكن تأكد وانتبه أن هذه الأسباب الأخرى لا شأن لها في إثبات شيء من الشرع، إذ ما يتعلق بعلوم الشرع قد أخذناه عن طريق الكتب وماذا؟ والرسل. وأما تلك الطرق الأخرى والأسباب الأخرى فإنما يستفيد الإنسان منها شيئا من علوم هذه الدنيا، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم وحفظكم ورفع قدركم: من اشترى أرضا وفي نيته أن يبيعها إذا احتاج إلى ثمنها، فهل فيها زكاة؟ وإن كان نعم فكيف يكون؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، المتقرر في القواعد أن النية التي تشترط في صحة العبادات هي النية المجزوم بها، وأما النية المترددة أو المعلقة أو المشكوك فيها فإنه لا يترتب عليها شيء من التعبدات، وبناء على ذلك نخرج النية في زكاة عروض التجارة، فإن عروض التجارة لا تدخل في الأموال الزكوية إلا إذا جزم صاحبها بنية مقطوع بها أنه سيبيع من غير تعليق ولا شك ولا تردد. فإذا اشترى الإنسان هذه الأرض ثم عرضها مباشرة في مكاتب العقارات التي تتولى بيع الأراضي وهو جازم الجزم العظيم ببيعها، فتلك النية المجزوم بها هي النية التي ينعقد معها حول الزكاة. وأما أن يشتري الإنسان أرضا ثم لا يدري أسيبيعها أم سيبقيها، سيبني عليها أم سيتاجر بها، أو أنه يبقيها عنده حتى إذا ارتفع سعرها باعها، وإذا بقي سعرها نازلا لم يبعها، أو أنه يبقيها عنده متى ما احتاج إلى المال سيبيعها، فهل هذه نية بيع مجزوم بها أو معلقة أو مشكوك فيها أو مترددة؟ الجواب لا شك أنها نية غير مجزوم بها، وبناء على ذلك فلا ينعقد حول الزكاة بهذه النية المشكوك فيها أو النية المعلقة أو النية المترددة. لكنك متى ما عزمت بنية مقطوع مجزوم بها أنك ستبيع وباشرت البيع
بعرضها على الزبائن في أماكن عرضها عادة، ثم بعد ذلك مر حول زمان على هذه النية، فحينئذ يجب عليك أن تزكيها. وأما على حسب سؤالك فأرضك هذه لا زكاة فيها، لأن نيتك نية معلقة ليست مجزوما بها، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، كيف يكون الاستعداد لشهر رمضان؟ الحمد لله، الاستعداد لشهر رمضان يكون بعدة أمور. الأمر الأول أن يستعد الإنسان بالتوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها، فإن من أعظم ما ينقص أجر الصيام أو يثقله ارتكاب الذنوب والمعاصي. الأمر الثاني أن يستعد له بصيام شيء من شهر شعبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستكثر الصيام في شعبان، بل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر منه صياما في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الأمر الثالث أن يستعد الإنسان لرمضان بتعلم شيء من أحكامه، فيتعلم أركانه ويتعلم مفسداته ويتعلم سننه ويتعلم بعض الأشياء المتعلقة بأحكامه الشرعية حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة من أمره. وكذلك ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه في أيام الصيام على الابتعاد عن الذنوب والمعاصي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فرب صائم قد تعب في صيامه وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش بكثرة ما يرتكبه من الذنوب والمعاصي، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، هل مداعبة الرجل لزوجته وهي صائمة يفسد صومها؟ الحمد لله، المتقرر في القواعد أن العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان إلا بدليل آخر، والمتقرر في القواعد أن مفسدات الصوم توقيفية على النص، ومن المعلوم أن الإبطال حكم شرعي، والمتقرر في القواعد أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وبناء على ذلك فلا نعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على فساد صوم الرجل بمجرد مداعبته لزوجته فيما دون الجماع من ضم أو تقبيل. وكذلك المرأة ليس هناك دليل يدل على فساد صومها بمجرد مداعبة الزوج لها، فإذا كانت المداعبة تدور على قضية التقبيل أو الضم أو المباشرة من غير جماع ولا إلاج فإنها لا تعتبر مفسدة للصوم. ويدل على ذلك بخصوصه ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رخص في القبلة للشيخ الكبير. ولكن ينبغي للإنسان أن يعلم من نفسه أو يغلب على ظنه أنه بتقبيل زوجته أو بضمها أنه لا يقع فيما وراء ذلك مما هو معلوم، فإذا علم أو غلب على ظنه أنه غير قادر على إحكام إربه ولا على السيطرة على شهوته فيما لو قبل امرأته أو ضمها، فإن تقبيلها أو ضمها يعتبر حراما في هذه الحالة، لأنه يعتبر طريقا لأمر حرام، وما أفضى إلى الحرام فهو حرام ولوجوب سد الذرائع. وأما إذا كان رجلا يستطيع إحكام شهوته فلا بأس في أن يقبل أو يضم أو يباشر، وإنما المحرم الذي يفسد الصوم هو الجماع والإيلاج، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك، تأتي منشورات أحيانا عبر برامج التواصل كالواتس والفيس وغيرها، مثلا حملة هيا نستغفر، نستغفر الله 25 مرة، نكبر الله 25 مرة ونحو ذلك، تقول ما حكم نشر مثل هذه الأمور؟
الحمد لله رب العالمين. وبعد، المتقرر في القواعد أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فهذه الأشياء ننظر لها باعتبارين: باعتبار النظر إلى أصلها مجردا عن الوصف الذي دخل عليه، وباعتبار النظر إلى ذلك الوصف. فأما باعتبار النظر إلى أصلها فإنه دعوة إلى الاستغفار، والله عز وجل في الكتاب ونبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته قد أمرانا أو قد أمرونا بالاستغفار، فقال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، الآيات. وقال الله عز وجل: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالاستغفار بالنظر إلى ذاته غير مقرون بصفة زائدة لا جرم أنه مشروع. وأما إذا قرن هذا الاستغفار بدليل بتقييد زماني لا دليل عليه، أو بتقييد مكاني لا دليل عليه، أو بتقييد مقدار أو صفة لا دليل عليها، فإننا نمنع الاستغفار على هذه الصفة المعينة. فإذا قال قائل: هذه حملة الاستغفار في الزمان الفلاني وفي المكان الفلاني وبالمقدار الفلاني، فحينئذ نحن نمنع هذه الحملة لا منعا باعتبار الأصل، وإنما منع باعتبار الوصف. ولا يحق لأصحاب هذه الحملة أن يقولوا: لماذا تنكرون الاستغفار وقد أمر الله بالاستغفار، وكذلك شرع نبيه صلى الله عليه وسلم الاستغفار. فنقول: إنكم تستدلون بأدلة الأصل على تشريع ذلك الوصف الذي لا دليل عليه، ودليل الأصل للأصل، ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج إلى دليل مستقل، ولعل هذا واضح. فإذا هذه الحملات التي تقيد الاستغفار بزمان دون زمان، أو بمكان دون مكان، أو بمقدار دون مقدار، هي حملات نمنعها باعتبار وصفها الدخيل ولا باعتبار أصلها المشروع. فلو أن الاستغفار أصالة جرد عن هذه الأوصاف الدخيلة لكان مشروعا، أما وقد اقترن بهذه الأوصاف فإننا نمنعه باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل. وهذا معنى قولنا: مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحسن الله إليك، إن الفقهاء يمنعون الأعطية أو التبرعات لغير للوارث وقت المرض، مرض الموت، ومنه الطلاق الذي يقصد به حرمان الزوجة من الميراث، فهل يقاس على ذلك أيضا مرض الكورونا بحيث تمنع العطاءات في وقته؟ الحمد لله، على حسب ما ننظر من الإحصاءات الطبية في المتعافين أو الموتى بهذا المرض نرى أنه ليس من الأمراض القاتلة التي تعتبر سببا يقينيا أو مغلوبا على الظن هلاك العبد به، وبناء على ذلك فلا يعتبر مرضا مخوفا لكثرة حالات التعافي والشفاء منه، ولله الحمد والمنة. فالمتعافون الذين شفاهم الله منه أكثر بكثير جدا ممن يموتون فيه. فالأعطيات التي تكون في حال الإصابة بمرض كورونا لا تقاس على تلك الأمراض التي نص الفقهاء عليها من أنها تفضي إلى الموت عن علم يقيني أو عن غلبة ظن راجح. فما أعطاه الإنسان من أمواله أو استنفقه وهو مريض بالكورونا فإنها تعتبر أعطيات في مرض غير مخوف، في مرض غير مخوف. هذا اجتهاد العبد الضعيف، والله أعلم.